من أمريكا في البداية. الأول خلينا نتكلم عن القضايا بتاعة الرئيس السابق ترامب. تم تأجيل النطق بالحكم في قضية الأموال السرية اللي دفعها لشراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز ليوم 26 نوفمبر المقبل، يعني بعد الانتخابات. هم مش عايزين دوشة دلوقتي وعايزين الدنيا تمشي بيس، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل لو حصل حاجة زي كده. والمحاميين بتوعه بصراحة يعني اشتغلوا تمام عن الموضوع علشان يأجلوا الأمر ده لبعد الانتخابات، إلا إنه يعني محتمل يتم رفع عليه دعاوى جديدة دي علشان ترامب في مواجهة رفض الموسيقيين اللي ترامب استعمل الموسيقى بتاعتهم في الدعاية الانتخابية، إذا كان هم مش طايقينه، يعني هم مش هيستحملوا إن هو ياخد الأغاني بتاعتهم والموسيقى بتاعتهم، فده يعني هيكون حاجة قريبة بيفكروا فيها يعني.